حاجة في المنهج بتاعنا اللي هو الانجن كوين. طيب مبدئيا كده لو انا عايز اعرف ما هو توزيع درجات الحرارة بتاعت الغاز جوه الانجن، طب وايه اللي خلاني اقول كده؟ ارجع للبيزكس، ما علاقة الكوين بالبيزكس بتاعت الميكانيكا باور؟ تاني، ما هو البيزكس بتاع الميكانيكا باور؟ مثلث وارتفاع، ما هو؟ ثيرمودينامكس؟ ها؟ ثيرمودينامكس هيت ترانسفير كنترول. انا بقول كلمه كولينج يبقى انت بتدور على انهي بيزكس مبدئيا هيت ترانسفير. هيت ترانسفير علم هيت ترانسفير بيقول لك انا مهتم بايه؟ حاجتين ايه هما؟ اي حاجه هو بيتكلم فيها كوندكشن كونفكشن وعايز ايه؟ بروفايل تمبرتشر وعايز الفلو كهيت. الهيت فلو كام؟ الهيت ريت بكام؟ في اي دايركشن؟ كده ولا 1 دايمنشن 2 دايمنشن 3 دايمنشن؟ كام 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 انرجي من نوع الهيت بتتنقل في الثانيه؟ هيت ريت. احنا هندور على ايه النهارده؟ ندور على التمبرتشر ديستريبيوشن عشان منها نقدر كمان نجيب فانا ايه اللي عندي بيتغير جوه المحرك؟ ها؟ الغاز سكشن ها؟ كومبريشن اكسبانشن طبعا. بس الحقيقه الانجن مش مجرد غاز بس، ده كمان في اسطوانه، في حاجات ميكانيكال بارك، في مكبس، في صمامات، في سبارك، في وفي وفي. يبقى الماتيريال دي اخبار التمبريتشر بتاعتها ايه؟ والغاز اللي جوه اللي بيتغير ده مع الوقت كبريشر تمبريتشر عامل ازاي؟ فاللي انت شايفه قدامك دلوقتي عندنا اربع اشواط اهو. الخط اللي هو لونه ازرق بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الضغط. انت كان الضغط بتاعك اورد اتموسفيريك، عملت عمليه السكشن، بعدين قفلت الصمام الشحن، عملت كومبريشن، في نهايه الكومبريشن بتعمل سبارك فالضغط بيزيد، وبعد كده بيعمل اكسبانشن، وبعدين ايه الاكزوز. لكن كتمبريتشر ايه اللي بيحصل؟ تقريبا انت بتسحب هواء عن درجه حراره الجو، لكن خد بالك الاسبوره دي سايكل افتر سايكل هتبقى حصل لها كومبشن، درجه حراره مالها بدات تزيد، فالغاز اللي داخل اي نعم هو جاي من الجو بارد مقارنه بالاسبوره، فهتبدا الاسبوره تعمل فيه ايه؟ تسخنه. وبعدين هيجي عند نقطه الغاز هيتقفل عليه، بدانا نضغط، الضغط بيزيد فكمان درجه حراره مالها بتزيد. هيفضل في القصه دي الضغط بيزيد درجه حراره بتزيد لغايه النقطه دي. قرب التوبلت سنتر انت عملت سبارك. لا انت كده غيرت الايه؟ التغير، مش تغير عباره عن فيزيكال ان انا بضغط، لا انت غيرت كيميكال. في بقى عمليه كيميائيه حدثت نتج عنها اضافه حراره. اضافه الحراره دي بتتم ايه؟ شبه يعني ايه؟ اوتو سايكل كما لو كانت ها؟ كروس كنترول، مش كروس كنترول لكن اقرب لك كروس كنترول. فهتلاقي ان انا عندي ارتفاع سريع في التمبريتشر او اجي ارتفاع سريع في التمبريتشر. محور واي اللي عندي لك الشمال يبين لك الضغط بكام، ومحور واي اللي عندي لك اليمين يبين لك درجه الحراره. فلما نيجي نبص على التمبريتشر هنا الماكسيمم تقريبا كام؟ رينج كام؟ حوالي 2400 سنتيمتر. ده فين؟ ده في لحظه. هل ده مستمر على طول؟ ولا حاجات بالمايكرو سكند؟ طب وبعدين مكبس بيحصل له اكسبانشن. طيب يبقى كمان مفيش كومباشن ها؟ في عندي التمبريتشر هتبدا تقل. طيب بعدين مره واحده رحت فاتح الصمام العادل كالعادل بدا يخرج وعصب الروب كمان في التمبريتشر فادي صوت بينزل. فاللون الاحمر ده يمثل لك ايه؟ توزيع درجات الحراره للغاز اللي موجود جوه الاسطوانه. طيب انت قلت لي في الانتيك الغاز الهواء او الشحنه هتسخن منين؟ من الجدران بتاعت الاسطوانه والمكبس والهيد تمام. طب وبعدين هيحصل عندي كومباشن، هو الغاز اللي حصل له كومباشن دلوقتي هو اللي بقى درجه حرارته مالها اعلى، فهيدي جزء من حرارته دي لمين؟ ها؟ الاسطوانه. سايكل افتر سايكل هتلاقي الاسطوانه دي مالها عندها حاجتين اتنين، اتزان حراري. يعني ايه اتزان حراري يا مهندسين؟ يعني مفيش تغير للتمبريتشر مع التايم. زي ما انت شايف كده هو عمليه سايكليك، سايكليك يعني ايه؟ يعني كل سايكل ها؟
هتلاقي فيها تغير للتمبريتشر بنفس البروفايل ده. ويف 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 باكيت في فيزياء ويفز نفس الويف شكلها عامل كده تتكرر. لكن كاسطوانه كمعدن ما خد بالك انا في عندي كولينج ببرد المعدن ده وفي عندي مصدر الحراره. لو الاثنين دول مش قد بعض ايه اللي هيحصل في المعدن دوت؟ تعال تخيل كده انا عملت اضافه حراره بشكل ما وخدت من الناحيه الثانيه الحراره دي. المعدن ده في النهايه اكتسب ولا فقط؟ النت ايه؟ زيرو. لا اكتسب ولا فقط. لكن لو خليت الانبوت اكبر من الاوتبوت مع الوقت التمبريتشر بتاع المعدن ده ماله؟ هيزيد. هل ده اللي انا بدور عليه؟ لا. ليه؟ لان لو التمبريتشر بدات تزيد المعدن ده مع الوقت هيحصل ايه؟ هينصهر. ولو بردت بزياده عن اللزوم انا مش هقدر اظبط درجات الحراره اللي انا عايزها. خد بالك انا عايز زيت على درجه حراره معينه، عايز مباشر على درجه حراره معينه، عايز الوقود يتبخر، بنزين يتبخر، فمحتاج درجه حراره معينه. اذا انا هظبط مسالتي على ان انا عايز تي وول على درجه حراره معينه. فاللي انت هتشوفه بعد شويه اللون الاخضر ده يمثل مين؟ ده الافريج تمبريتشر للوول. الخط الاخضر ده يمثل ايه؟ درجه حراره الوول كام؟ رينج كام؟ طيب لو جينا بقى بس كده بارت بارت نتكلم عن ايه اكتر حته صعب تبريدها عشان كده درجه حراره تبقى عاليه جدا اللي دايما متعرضه لحراره عاليه جدا والفتره طويله جدا مش لحظه. انا ممكن يكون عندي حاجه بتعرض لحراره عاليه جدا بس لحظه لكن لما يكون لفترات طويله فهتلاقي الاكزوست فان دايما متعرض لدرجه حراره عاليه جدا ولفترات مالها طويله. الشكل اللي انت شايفه ده الاكزوست باند شايف توزيع البروفايل بتاع التمبريتشر في كل مكان فيه. النقطه اللي هي فوق خالص القلب بتاعه اللي هو شايف الكومبشن تشين درجه حراره كام؟ شايف كام؟ 700 وكام؟ و50 درجه مئويه. حواليه شويه 650، بعيد شويه 700، بعيد خالص وهكذا. طب وليه احنا مش عارفين نبرد اكتر من كده؟ لان هو في مكان مزنوق هبرده ازاي؟ إذا الحل الوحيد تختار ماتيريال تقدر تتحمل هذه التمبريتشر ويكون معادل التمدد بتاع حماله قليل. يعني لو تخيلت حطيت ألمنيوم يحصل فيه إيه؟ يتمدد خلاص يقفش أو نحاس يتمدد ما ينفعش. طيب لو جينا بصيت كده على السبارك أخبار السبارك إيه؟ أهي بص على درجة الحرارة عاملة إزاي؟ الطرفين بتوع السبارك الأنود والكاثود ممكن اوصل درجه حراره الكهربائيه كام؟ 400 درجه مئويه. فاكر المحاضره اللي قبل اللي فاتت لما اتكلمنا على ان ممكن من احد اسباب ان يكون عندي اب نورمال كومبشن. كومبشن مش طبيعي، اتولد مش طبيعي اللي هو ايه بقى؟ عندي سبارك توهجت فعملت ايه؟ الوقود والهواء موجودين حواليها، فيهم ايه؟ اشتعال من غير ما اعمل سبارك اصلا. فده في توقيت غير مناسب. نتيجة ايه اهو؟ ما عملتش تبريد كويس للسبارك. شايف درجة حرارة كام؟ فممكن عند الالكترود او الانود ده درجة حرارة عالية تؤدي إلى الوقود الهواء اللي حواليها يشتعل من غير ما تعمل سبارك أصلاً. ده يسميها بري ها؟ إجنيشن. بري إجنيشن. طيب لو خدنا مقطع في البيستون فين أعلى درجة حرارة؟ واضح إن الوش بتاع المكبس أو البيستون كراون درجة حرارة بتوصل لغاية كام؟ بنتكلم حوالي 300 درجة مئوية. طيب لو بصينا كده على الاسطوانه، الاسطوانه هي جزء في الاخر ناحيه الهيد هو ده الكومبشن تشامبر. الاسطوانه وانت نازل لا ده اعلى درجه حراره فين؟ ناحيه الكومبشن تشامبر ده انا مش شايف توزيع درجه حراره. طب لو بصينا على الغطا على الهيد لا ده متعرض لدرجه حراره عاليه جدا اوكي؟ وممكن تلاقي لو انا عندي محرك اربع اسطوانات او ثمان اسطوانات او ست اسطوانات في اماكن عرفنا نبردها ديزاين كان كويس وفي اماكن ما كانش ديزاين كويس ممكن تلاقي في عندك هوت سبوت حته درجه حراره عاليه. يعني واضح ان هنا كان التبريد كويس لكن المنطقه دي عشان جوه والمنطقه دي كمان في القلب قوي وبعيده عن طريقه التبريد ما قدرش الديزاينر ان هو يبردها كويس فممكن توصل درجه حراره عاليه. دكتور طيب دكتور ماذا دكتور؟ لو ماذا لو احنا ما عرفناش نبرد الانجن كويس؟ ايه العواقب يعني؟ ايه اللي هيحصل؟
لو حصل كده معناه ان انا عندي المعدن ده هيتبدد وهينتج عندي المعدن اللي هو اسمه ونر. الدنتر بتاعها هيقل والمكبس الدنتر بتاعه هيكبر. ايه الاخبار الكليرنس؟ ما بقاش عندك كليرنس فممكن يحصل حاجه عندك اللي هو ايه في السوق بيسموها ايه؟ ها؟ شحط. صح تمام. طيب هيبقى في فريكشن عالي جدا. ممكن ينتج عن القصه دي ايه؟ المكبس يقول لك قفش جوه الاسطوانه. تخيل بقى كرانك عمال يدوب عادي. خد بالك الفي اسطوانات تانيه شغاله وما عندناش مشكله. لما كان الاسطوانه رقم ثلاثه هي اللي فيها مشكله. المكبس اللي فيها وقف. ها؟ والكرانك عمال يعمل ايه؟ يلف. ايه اللي هيحصل؟ ممكن الكونكتنج رود نفسه يتعوج ويتكسر. ممكن نلاقي الاتي ان مع سايكل افتر سايكل مفيش تدريب كويس لصمام العادم يحصل حاجه اسمها شروخ. صمام العادم يحصل له شروخ يموت. ممكن تلاقي يعني دامج ممكن يحصل في الانجن روم. كان في حد عايز يسال سؤال؟ دكتور بالنسبه للريزلتس بتاع درجات الحراره اللي انا بقابلها الانجن فانا معظمها طالعه من التي اف دي فهل انا ازاي بعملها فاليديشن او اتاكد ان هي صح؟ هل انا بقيسها بعد ما بحرق بعد كده ولا انا بحط سنسورز ساعه الحرق؟ كان السؤال بيسال بيقول لك ان انت الارقام اللي انت جايبها دي مش ارقام حقيقيه، ارقام من حاجه اسمها السي اف دي. البرنامج بتاع سوفت وير سي اف دي دوت عباره عن ايه؟ عباره عن اله حاسبه. كويس بنتكم يعني وصلنا نتكلم في الموضوع. لو انت معاك اله حاسبه ما مدى ثقتك فيها؟ سؤال. واحد بيديك معلومه اي كلام هتسمعه منه هتصدقه؟ لازم يكون عندك طريقه تعمل ايه؟ تستوصف. كلمه تستوصف. فلو انا عندي جهاز بقيس حاجه عمليه بنسمي العمليه دي اسمها فيريفيكيشن. يعني مين قال ان طول المسطره دي او طول البنش ده 3 متر؟ مين قال؟ هتروح تجيب مين؟ هتروح تجيب ترو متر حقيقي وتقيس تطلع ايوه هو كده مظبوط. بنت غير عملت فيريفيكيشن ده بقى بيقول ان دي حاجه فيزيكال. لكن السي اف دي محتاج تعمل حاجه ثانيه، حاجه اسمها فاليديشن. يعني ايه فاليديشن؟ السي اف دي دوت عباره عن اله حاسبه. فتخيل الاله الحاسبه اللي معاك انت عايز تاكد منها تعمل ايه؟ لو ضربت على الاله الحاسبه 5 في 5 انت متوقع نتيجه كام؟ 25. فلو هي نتيجه 25 ها؟ النت ولا لا؟ طيب 10 ناقص 10 نتيجه كام؟ نتيجه كام؟ زيرو. اطمئنت ولا ما اطمئنتش؟ طيب 545 في 313 هيطلع رقم. عندك ثقه فيه ولا لا؟ انا بتكلم لغه غير اللغه العربيه. الكلام مش واضح. واضح انا بقول ايه؟ امال مالكم في ايه؟ يبقى اذا بقى عندك ثقه بالاله الحاسبه دي لما ادتك ارقام انت من الاول ايه؟ عارفها. لكن تخيل الاتي، اله حاسبه ضربت 5 في 5 ادتك 13. 10 ناقص 10 ادتك 22. ما مدى ثقتك في هذه الاله الحاسبه؟ انتهى. فالباشمهندس بيقول لك انت عمال تجيب لي ارقام الارقام دي واضح انها مش اكسبيرمنتال. الارقام دي جايه من تكست بوك، جايه من ناس عملت سي اف دي ولكنهم وبعد ما استخدموا الموديل بتاعهم عملوا اللي انا بقول لك عليه ده الفاليديشن. يعني انا مش جايب ارقام وخلاص، لا بص على التكست، ارجع المرجع للمرجع ده ولا المرجع اللي جبت منه الكلام ده، وبص هم جابوا الكلام ده منين؟ عملوا تيست وقاسوا وقالوا اه الموديل الفلاني بتاع السي اف دي الفلاني دوت ينفع في انواع الموديلز. يعني انا بتكلم على هواء. الهواء ده ممكن احتمال يكون لامينر واحتمال يكون ايه؟ اه في السي اف دي في موديل لللامينر ده كلام، وفي موديل للتربلنت. التربلنت ممكن يكون تربلنت عادي وممكن يكون دوامات فورتسيز، ففي منه انواع للتربلنت موديل. فانهي موديل من دول اللي بيحاكي اللي بيقرب من الايه؟ من الحقيقه. تمام كده؟ فلازم الناس تجرب وتبص على تجارب معمليه، يعني هيقيس الكلام دوت معمليا ويطلع نتائج، بعدها هيبقى فاليد فاليد. فلما ينشر البحث العلمي بتاعه الكلام ده يبقى بالنسبه لك ايه؟ فاليد. كده تمام؟ في سؤال تاني يا دكتور صبيان؟
طيب ففي واحد قال لك طب ما تخيل في امان برد قوي المحرك عشان عمره ما يحصل مشاكل دوت عليها. ايه اللي احنا ممكن يحدث لو انت بردت المحرك زياده عن اللزوم؟ ها تعال نبص، هو اصلا المحرك ده عباره عن ايه؟ ارجع للثيرودينامكس، ده هيت انجن، مصدر الحراره بناخد منه كيو هاي عن تي هاي، في سينك عن تي لو، عشان ناخد في النهايه مين؟ نعمل كل عشان عايزين احنا ايه؟ تيم ورك نت من الاخر. فكل ما هتخلي كيو لو تزيد ده على حساب مين؟ حساب الافشنسي هتقل وحساب الورك نت اللي انت عايزه، صح؟ فلا انت عايز تعمل كولينج زياده عن اللزوم فتخسر شغل وتخسر افشنسي، ولا انت عايز تخلي كولينج قليل او منعدم فتبقى عندك في النهايه المحرك ده ينصهر. لا انت عايز ده ولا انت عايز، فانت بتلعب على مين بقى؟ الاوبتيوم، على الحل الوسط ما بين دول. ناخد بالنا ان انت لو زودت الكولينج معنى كده ان المحرك ده عشان يعمل ستارتنج في الاول هياخد منك ايه؟ وقت اطول. كمان يكون استهلاكه هيبقى ماله عالي، يعني تلاقي سبيسيفيك فول كونسومشن مالها تزيد. حاجه كمان ثانيه، المحرك لو بقى بارد خد بالك ان انت نستخدم زيت، انت اخذت محاضره كامله على الفيكيشن، فالزيت ده ليه درجه حراره معينه بتشتغل فيها. لو اقل منها يبقى اخبار الفيسكوستي بتاعته مالها، كل ما التمبريتشر تقل ان جنرال الزيت بتاع المحرك التمبريتشر بتاعته مالها، لو قلت الفيسكوستي مالها هتزيد، يبقى الفريكشن ماله الفيسكوستي لما تزيد الفريكشن ماله يزيد. يعني ليه يا باشمهندس؟ الفيسكوستي لما تزيد الفريكشن باور هتزيد، يعني بتاكل من الميكانيكال باور اللي خدتها كمان بتضيعها في فريكشن. واضح؟ انا مش مصلحتي ان انا ابرد بتاع اللزوم. يعني لو بنبص كده كافريج المحرك الاجزاء الميكانيكيه المختلفه، سطح المبنى استفاد تقريبا حوالي 300 درجه مئويه، سطح المول ممكن نوصل لغايه 180 درجه مئويه، الاكزوست فالف هنا بنتكلم 750 او 250 عند الحته ديت، المانيفولد الانتيك بنتكلم 60 درجه مئويه، الاكزوست فالف 750 درجه مئويه، السبارك ممكن توصل 400 500 درجه مئويه. كل دي درجات حراره محتاجين سؤال بقى، فين النقط اللي انت مقلقاك اكتر؟ يعني فين اكتر حته تهتم بيها؟ كله خلاص ولا في اماكن معينه؟ الهيد ده اكتر حته فيها مشكله، الاكزوست فالف ده اكتر حته مشكله. طب وخد بالك الاكزوست فالف انت عايز تبرده كمان حاجه ثانيه، انت فاهم الاند جايز فين؟ حاول ما تخلاش ناحيه ناحيه الاكزوست فالف، لان لو الاند جايز جت ناحيه الاكزوست فالف هيبقى عن القصه دي ماله؟ ها؟ حاجه اسمها النق مش كده. طيب لو بنبص كده على الاسطوانه، هل الاسطوانه كلها واخده نفس درجات الحراره؟ لا، تلاقي ناحيه الحريق درجه حراره عاليه ممكن توصل ل 150 درجه مئويه. خد بالك احنا عاملينها كولينج، يعني في عمليه كومباشن وفي عندك كولينج. لو مفيش كولينج الدرجه حراره عاليه اكتر من كده. طيب ده بعد ما استقرت، بعد ما عملت الكولينج انبوت بالسيتنج وكولينج مستمر، ادي المحاضره ثانيه. هل في ثبات التمبريتشر ولا في بروفايل التمبريتشر؟ يعني كل المول دي واخده نفس التمبريتشر ولا كل ما بطلع لفوق ناحيه الكومباشن تشامبر التمبريتشر بتزيد؟ او كل ما ببعد عن الكومباشن تشامبر ها التمبريتشر مالها بتقل؟ ده هيفرق معانا في حاجه في القصه دي، تعالى نشوف بعد شويه ناخد بالنا من ايه عشان نكون شغالين. طيب بكده عرفنا ان انا محتاج اعمل كولينج، ما ينفعش اعمل كولينج زياده عن اللزوم، ولا ينفع ان انا اقلل الكولينج او امنعه خالص. عرفنا المشكله فين. طب هنبرد ازاي بقى؟ وايه طرق التبريد؟ اول طريقه عندنا حاجه اسمها الووتر كولد. ساعات المحرك بيتوصف بايه من ضمن وصفاته؟ ووتر كولد او اير كولد. طريقه الووتر كولد دي بنسميها طريقه اندايركت، يعني الحقيقه انت بترمي الحراره بتاعت المحرك تنقلها للميه. طب والميه بقى هتبقى حاجه مين؟ ترميها في الاخر الهواء. بس ازاي؟ اه لو خدنا محرك حرارته للهواء بس اندايركت عن طريق وسيط اسمه الميه. الحقيقه انا ممكن يكون عندي كمان نوع تاني اسمه الاير كولد او دايركت كولد. كلمه
ووتر كول معناه ان المكبس والاسطوانه حواليهم جاكيت قميص ميه، جاكيت مليان ميه، مسارات يمشي فيها الميه بتاعت الكبير. ممكن تلاقي قالي بلوك انجن بلوك شايف فيه مسارات حوالين الاسطوانه ماشي فيها الميه. او ممكن يكون اللاينر نفسه بيتزرع جوه البلوك، يعني اللاينر ده لوحده مش مع البلوك، لاينر بيجي لو الاسطوانه لوحدها بتيجي لوحدها وبتركب جوه البلوك، وبالتالي الفراغات المتبقيه هي دي مكان المايه. في انواع من الانجن البلوك نفسه مخروط فيه الاسطوانه، وفي نوع لما الانجن محتاج يتعمل له عمره مره في اثنين في ثلاثه خلاص بنرمي ايه بقى اللاينر ده خالص، وتجيب لاينر من اول جديد، المكبس من اول جديد، مش هنعمل اول جديد، اشتغل عليه حسب نوع الانجن. لكن الشاهد في الموضوع دول كلهم واضح في مسارات لمين؟ للميه. انما على ايدك اليمين في مسارات الميه مفيش، انت بتبرد الانجن بايه؟ بالهواء. ولكن انت اتعلمت من ماده اسمها هيت ترانسفير. انه هيت ترانسفير كوفيشنت اعلى؟ الميه ولا الهواء؟ الميه. ها؟ الميه. طيب ما هو احنا كده هنعاني من مشكله لما هتروح على التبريد بالهواء، هتعاني من مشكله ان الهيت ترانسفير كوفيشنت ماله؟ منخفض. طب والحل؟ لازم الحل نزود حاجه فيزيكال اللي هي ايه؟ السيرفيس اريا. عشان كده بتلاقي عندك هنا ايه؟ في فنس. تمام. يبقى لو بنقارن بين طريقه التبريد بالهواء والميه هتلاقي ان انت عندك بالنسبه للميه الهيت ترانسفير كوفيشنت بنتكلم على ناتشرال كونفكشن، احنا عمرنا مش على ناتشرال كونفكشن، بنتكلم في رينج 100 واط كل متر سكوير. بالنسبه للهواء هيبقى 10. دايما واضح ان الناتشرال سوري الميه الهيت ترانسفير كوفيشنت بتاعها 10 مرات ايه؟ ده لو كنا ناتشرال كونفكشن، لكن احنا اصلا في المحركات ما احناش ناتشرال. هنروح للفورس كونفكشن في رينج 1000، هنا الفورس كونفكشن اير حوالي 100. الفرق ده نعوضه ازاي؟ الانجن تمبريتشر لو استخدمنا الووتر كولد ميه هنبرد كويس، هتلاقي الانجن عموما درجه حرارته مالها منخفضه. لو قلنا كانوا نفس الانجن ده وردته بالهواء لا، هتلاقي درجه حرارته مالها اعلى سنه. يبقى مين الفريكشن فيه هيكون اعلى؟ محرك بيتبرد بميه ولا محرك بيتبرد بهواء؟ بيتبرد بميه. الفريكشن فيه هيبقى اعلى. ما هو لما تكون درجه حراره اقل فيسكوستي اعلى فريكشن اعلى. يبقى اذا المحرك اللي هو بيتبرد بالميه الفريكشن فيه او فيسكوستي اعلى فريكشن باور اعلى. يا ميكانيكال افشنسي اقل، هي ترانسفير بتاعه اعلى. طيب الحل قلنا عشان نتغلب على مشكله الفرق في الهيت ترانسفير كوفيشنت هو مين؟ موضوع الفنس. الاير كول سيستم مجرد اسطوانه وعليها فنس. لو انا بتكلم على محرك صغير مفيش مشكله، المحرك ده هيبقى غالبا محرك ايه؟ موتوسيكل او ماشي في الدنيا اللي هو بيرمي الحشيش ده او غالبا بالحشيش فده صغير، او بتاع منشار شجر، الانجن ده حجمه صغير فكفايه كده عليه مفيش مشكله. الموتوسيكل كمان في ميزه، لو انت ماشي فيه في الشارع هو كانك كده بتعمل عليه ايه؟ فورس اوف كونفكشن، مش مشكله. لكن لو بتكلم على محرك عربيه هل ده كفايه؟ لا، فلازم يكون جايب كمان ايه؟ مروحه، فلازم في عندي مروحه هي اللي بتقوم بالدور ده، فمحتاج يكون عندي بلوور، فده مقطع في المحرك اللي هو الفولكس فاجن. تلاقي المحرك موجود فين؟ خلف العربيه، تلاقي عليه فاهم. عشان كده ليه صوت مزعج، لان المروحه ديت بتاخد من الطاقه وفي نفس الوقت فيها نويز. ايه ميزه المحركات اللي هي الاير كولد وليه بيعملوها اصلا؟ يعني ليه؟ ليه محرك اير كولد؟ الاصل في المحرك ده اتعمل ليه اصلا؟ عشان لو انا في منطقه نائيه ومفيش فيها ميه، منطقه فيها ندره في الميه هيشتغل معاك ولا مش هيشتغل معاك؟ بعكس لو في محرك محتاج ميه وحصل فيه اي تسريب او ليكج او عطل في سكه الميه هتعرف تمشي بيه؟ خلاص وقف. طبعا تجيب ميه فده مستخدم طبعا. يعني المحركات اللي تنفع في الحروب في الجيوش يفضل تكون اير كولد. انت بقى بتوصل طبعا استخدت كده وحطيت تحط مواصفه للمحركات، هتشغل بتباب او هتشغل
الدوزر هتشغل حاجه المهم يعني ناقل البرود هتعملها ايه يعني تختارها ايه كل ما كانت اير كولد كان بيكون ايه احسن لانها مش هتعتمد على وجود ميه حصل عطل للميه تعمل ايه تقف لا هي مكمله وان كان زي ما اتفقنا ان هي ليها نويز ازعاج في الموضوع اللي مروحه وهنا الافيشنسي بتاعتها كويسه مش وحشه قلنا الريسبونس بتاعتها اقل باور فريكشن اقل بالتالي الافيشنسي اوفرول اعلى الميه تبريد الميه مفيش فيه عندي نويز كمان ينفع مع حاجه اسمها ان لاين لو كل ما الحجم المحرك كان طويل مفيش عندي مشكله لكن لو كان عندي محرك ان لاين ويعمل له بقى فينس في مشكله المحرك الاولاني هيعرف يتبرد طب واللي في النص جوه لا صعب صعب انك تعمل لهم ايه تبريد بالهواء تمام كده الماتيريال اللي انت محتاجها في موضوع الميه ما هياش غاليه لكن الماتيريال اللي انت هتحتاجها مع تبريد الهواء لازم تكون ماتيريال كويسه عشان ما يحصلش اكسبانشن منك عشان تحمل الحراره اللي هتكون اعلى سنه. طيب الووتر كول في عندي كام طريقه؟ والله لو انت بتتكلم على محرك بيتحرك يعني موبايل بيتحرك يعني عربيه مثلا اتوبيس مثلا لا فانت محتاج يبقى عندك الميه اللي خدتها كحراره او حراره من الانجن عن طريق الميه هتروح لي بقى للمبادئ الحراري مع الهواء ايه المبادئ الحراري بنسميه ايه؟ راديتور هو احيانا الهيت اكشنج ما جت منين كلمه راديتور؟ ريداتور اكسلاتور بيتيس اللغه ايه دي؟ فرنساويين فرنساويين هم اللي حطوا دايما ايه؟ البصمه بتاعتهم يعني لكن لو رحت انجلترا مش هتلاقي ولا كلمه من دول موجوده خلاص كده؟ المهم يعني بتسمع على كلمه سرعه الاول الثاني الثالث فالثاني اللي احنا بنتكلم عليها ده ايه؟ هو مبادل حراري ما بينك وما بين مين؟ الهواء يبقى انا هاخد حراره من الانجن عن طريق الميه الميه دي هتسخن مني هتروح لمين؟ لمبادل حراري حجم حرارته ده لايه؟ للجو بس كده وخلاص ولا في تفاصيل؟ في تفاصيل من شويه شفنا اسطوانه وقلنا الاسطوانه دي درجه حراره من تحت كام قليله وانت رايح للكومبشن تشامبر درجه حراره مالها بتزيد فالسؤال بقى تدخل الميه في اني دايركشن لو لاحظت هنا هتلاقي الميه داخله ها من تحت لفوق حوالي اسطوانات هل في فرق لو كنا دخلنا ادي الاسطوانه ايه وانت بتقول ان التمبريتشر هنا تقريبا كام؟ 150 130 180 90 وهكذا. هل الاحسن ان الميه اللي جايه من الرئتين جايه في اتجاه ده افضل ولا نخليها في اتجاه ده من فوق لتحت افضل؟ تحت لفوق. وليه؟ هو مش كده وخلاص عشان. عشان هي اصلا لو عدت من فوق ممكن تسخن اكتر من الحاجات اللي هتعدي لها بعد كده فاحسن ان انا مش هقدر عشان تضمن ان هي ملت السلندر كلها عشان اضمن انها ملت السلندر كلها هاي شوف عشان ايه؟ كثافه الميه ها عشان فرق درجات الحراره ما بين السلندر بتاع ما تبقاش كبير يعني الميه بالظبط المشكله في درجه دلتا تي لو انا جبت درجه حراره هنا 70 تقابل 150 دلتا تي بكام؟ ده يعمل ايه بقى؟ خدت ماده اسمها ستريس اناليسيس صح؟ خدت في حاجه اسمها ثيرد ستريس هيحصل ايه في المنطقه دي؟ يحصل على طول شروخ لكن انا عايز الميه تبقى هنا 70 ايه بقى الدلتا تي معقول؟ 90 او مثلا 80 ها؟ في اخر اسطوانه وانا ماشي التمبريتشر عمال اخد فيها ايه؟ بتزيد يبقى الدلتا تي تقريبا تكون اقل ما يمكن عشان ما يحصلش عندي ثيرو ستريس على المعنى. طيب ايه اللي انت ملاحظه كمان تاني؟ درجه الحراره هنا بقت كام؟ ما بين 70 وبين 90 بناخد اعلى تمبريتشر كلام 4% يعني وتحت حوالي 70 بنحافظ على الدلتا تي دي. ولكن في محركات موجوده في المعمل او محرك هدفه توليد كهرباء فده مش هيتحرك في الحاله دي انت ممكن تبرده منين؟ بميه من
سموها تاب ووتر او الماء اللي هي ميه الحكومه يعني ميه العاديه يعني. هجيب ميه من درجه حراره كام بقى اللي هي 25 يحصل ايه؟ ما ينفعش. لو دخلت ميه بارده مره واحده على الانجن هتعمل نفس الكلام تعمل ستريس. لازم الاول تعمل عمليه ميكس اهو. هاخد ميه اللي جايه من الحنفيه اللي هي كام؟ اعمل لها ميكسنج مع ميه خارجه عن 90 عشان اوصل درجه الحراره اللي انا عايزها اللي هي المفروض تكون كام؟ 70. ما عرضش الانجن لدلتا تي اصلا ان واوت عالي. عايز دايما الميه الداخله للانجن تكون في رينج 70 هي تاخد حراره من الانجن وتطلع عن 90 او 95 وهكذا. طبعا الحاجات دي نظام قديم لكن في نظام جديد دلوقتي ان ممكن الميه دي تكون بشرايط ضغطها مش 1 بار ممكن ضغطها 1.5 بار 1.25 بار وابتدي انا اقدر اوصل بدرجات الحراره كام؟ ممكن الميه توصل لغايه 110. مش هيحصل غليان لان انت ضغطت مين؟ الميه. الميه انت مش عايز توصل لغليان ليه؟ لو اتموسفيرك ووصلت للغليان دي حاجه كويسه؟ ازاي؟ مع ان احنا اتعلمنا الهيت ترانسفير ان الهيت ترانسفير كوفيشن للبويلنج كوندنسيشن اعلى ما يمكن. في حلقه قصه عن النووي اللي بكده. مش هنسيب ما ينفعش اجابه كده واحد واحد من يرفع ايده وكمل. ها عندك اجابه؟ حد عنده اجابه؟ الهيت ترانسفير كوفيشن للبويلنج كوندنسيشن اعلى بكتير من الفورس كونفكشن ليكويد. صح؟ طب ليه ما يعملوش البويلنج؟ سيبه يعمل بويلنج. افرض. عشان ما يحصلش بابلز هو اللي يحصل. لان الانرجي ابزوربت اللي انا في الجاز ستيت هيحتاج انرجي ابزوربت اعلى بكتير من ان انا اخليها ميه احولها لجاز. البويلنج والكوندنسيشن بيبقى في نقط معينه لوكال. لما ابص على الديستريبيوشن ككل على الاسطوانه هل ده هيحصل في كل اسطوانه ولا في نقط؟ نقط الهيت ترانسفير كوفيشنت عالي جدا ونقطه جنبها الهيت ترانسفير كوفيشنت مال زي الفونز بقى قال لك في عندك بابل. هيبقى النتيجه ايه؟ هيت ترانسفير كوفيشنت عالي وهيت ترانسفير كوفيشنت قليل. ده يعمل ايه؟ يعمل نورمال ديستريبيوشن؟ لا. فده يؤدي الى ان ممكن المعدن يحصل له ايه؟ ثيرمال ستريس مش مصلحته. فاضحي بالهيت ترانسفير كوفيشنت العالي كاوفرول لانه لوكال ما هوش كده. لوكال حته وحته. انا عايز دايما الهيت ترانسفير كوفيشنت يكون ايه؟ هوموجينيس. بروح لمين؟ لمجرد فورس كونفكشن باي ليكويد وخلاص. عشان كده مش عايز اوصل لمرحله الغليان. طب انا عايز ارفع التمبريتشر، بقول لك كل ما ترفع التمبريتشر افضل لك عشان الزيت، عشان الفيسكوستي، عشان. ايوه بس المايه هتغلي عند كام؟ عند 100. طب ليه بتغلي عند 100؟ عشان ضغطها كام؟ 1 بار. طب ما الحل السيستمز الجديده ان انا ممكن ارفع ضغط السيركت المقفوله وضغطها ممكن يزيد لغايه 1 بار، 1.25 بار، 1.5 بار، وبالتالي ممكن اوصل للغليان المايه بتاعتي توصل ل 110 من غير ما توصلها عندي غليان. طيب المايه دي في دول زينا ما عندهاش مشكله. دول زي الدول العربيه ما فيش فيها مشكله، لكن لو بنتكلم في دوله اوروبيه في الشتاء اصحى الصبح يدور المايه متجمده. هينفع الكلام ده بس الحل لازم العب في خواص المايه، بيحطوا عليها حاجه اسمها كلين جلايت. بحيث تلعب في خواص المايه انها ممكن التجميد بتاعها ينزل عند ناقص 10 او ناقص 10. كل ما هتزود كلين جلايت كبرسنتج ممكن المايه دي تتجمد على مرحله اقل، ناقص 10 ناقص 20 ناقص 30. يبقى ضمانه المايه دي مش مايه بيوت، دي مايه مخلوطه معاها ماده ثانيه بتغير من خواص التجمد بتاعها. لو انا بتكلم على كلوز سيركت عامله ازاي؟ ادي الانجن، في عندي حاجه هنا اسمها ثيرموستات، الماسوره دي خارج منها المايه السخنه راح على الجهاز اللي هو الهيت اكشنجر الهيتر. من اقل نقطه باخد المايه البارده عن طريق بامب، هي اللي بتسيركليت المايه حوالين الانجن وحوالين الهيت اكشنجر. لو انا بتكلم في الشتاء انا ممكن استفاد من المايه دي سخنه انها تعمل تدفئه لمين؟ الكابينه اللي جوه اللي قاعد فيها بني ادمين.
السيستم ده انت بتقول اهو مع الوقت هيحصل له ايه؟ حراره. درجه حرارته 25 شغلت الانجن نتكلم 70 90 ممكن مع اللود العالي درجه الحراره تعلى يبقى عايز له ها ينضغط. ففي بيحصل كده عايز تعمل حاجه اسمها اكسبانشن الميه كونتراكشن. نعوض كلامنا فين؟ اه في عندي هنا جهاز ريفوار ده هنتكلم عليه شويه. ايه هي الماتيريال المستخدمه دلوقتي في الهيت اكشنجر؟ غالبا زمان كان نحاس حاليا كله بقى عباره عن الومنيوم. الدايركشن بتاع الفلو يا اما داون فلو لما انت شايف كده ادي المايه نازله في الاتجاه دوت او ماشيه كروس فلو يعني هواء عمودي على القصه دي. ممكن تلاقي على الجنب كمان في هيت اكشنجر اضافي موجود جوه الاتير ده بتاع الزيت. يبقى في محركات يبقى معاها زيوت للهيدروليك فانا محتاج ابرد الزيت دوت يتحط كمان جوه مين؟ بعيز يبرد الزيت ويبرد الايه؟ المايه. طيب دي الدايركشن بتاعت الهواء سوري بتاعت المايه بتاعت التبريد. لو نيجي نبص كده كلي اوت ادي الانجن هاخد منه مايه التبريد تروح على مين؟ على الزيت اللي بيبرد بالهواء. ولكن قبل ما اوصل للتير في عندي حاجه اسمها ثيرموستات. ده ممكن يعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها باي باس يعني ما يوديش المايه اصلا لمين؟ للتير. ويرجعه تاني للبامب اللي بتعمل سيركوليتنج للمايه حوالين انت. الكلام ده لحظه الستارت المحرك ده اصلا ماله؟ بارد. فما هو الحكمه؟ ان المحرك لسه انت عايز تسخنه اخد حرارته وارميها في الجو، اخد حرارته واديها للجو عن طريق الراتير. لا لازم تكون قافل على السيركت دي ما توديش المايه على الراتير الا لما المحرك اصلا ماله يوصل لورمنج اب. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ حاجه اسمها ثيرموستات. حاجه كمان ثانيه في محركات شغال معاها حاجه اسمها تربو تشارجر. تربو تشارجر ده عباره عن ايه؟ عباره عن العادم اللي خارج من المحرك خارج بضغط لسه فيه طاقه في سيركت طب ما ناخدها على التربين. جميل. طب وهاخد من الورك دوت اشغل بي كومبريسور تيربو تشارجر. يبقى الكومبريسور اشتغل ازاي؟ الشافت بتاعه الورك بتاعه اشتغل ازاي؟ جاي منين؟ جاي من التربينه. يبقى نفس الشافت بتاع التربينه ونفس الشافت بتاع الكومبريسور. يبقى العادم اللي خارج شغل التربينه الشافت اشتغل شغل الكومبريسور لان هدف اصلا مين؟ هدف الكومبريسور. وانا عايز ادخل هواء مضغوط ليه جوه المحرك؟ كل ما هتدخل هواء اكتر يعني ماس اير اكتر هقدر ادخل كميه وقود اكتر لنفس السايز ده هطلع باور اكتر. يبقى هدف التربو تشارجر ايه؟ افشنسي ولا باور؟ ضبط. تاني يبقى انا كده عندي ام دوت اير من غير تربو تشارجر كانت رقم. تعال نقول ان هو بيساوي 15 فأقصى حاجة ممكن أحطها وقود كام؟ عشان تبقى قدرت تقول الريشيو 15 واحد. لو قدرت بلعبة ما إني أزود الرقم ده ل 30 هقدر أعمل إيه بقى هنا في ده؟ أزوده إلى 2 والريشيو هي هي. أيوة بس هتعمل القصة إزاي؟ ما أنا بقول لك خد الغاز اللي خارج من العادم عديه على تربينة ها انتج شوط شغل بيك كومبريسور. في ناس تقول لك لا لا انا هاخد من المحرك نفسه حاجه اسمها سوبر تشارجنج وحاجه اسمها تربو تشارج. تربو يعني في تربينه موجوده بعد العادي وفي حاجه اسمها سوبر تشارجنج يعني المحرك ده عن طريق بولي او سير او جنزير ممكن اخد من الانجن نفسه من الكرانك نفسه واشغل بيه الكومبريسور. طيب يبقى كده هرفع الماس فلويد ازاي؟ بالكمبريسور. بس خد بالك ما هو انت ازاي هترفع الماس فلويد؟ تزودها ازاي؟ ده لسه في الفوليوم فلويد بتاع الانجن هو حجم الماج ماس باي على 4 دايمتر سكوير اس على الاسطوانات ان على 60 اكس بتاعتك. انا محتاج ازود الدنسيتي. لما هرفع الضغط هزود الدنسيتي. رو عباره عن بي على ار تي. بي تشارج تي تشارج. بس في مشكله لما بترفع الكمبريسور الضغط كمان التي تشارج مالها يبقى ما عملتش باللي احنا عملناه كله.
فالحل لازم اعمل ايه؟ لازم ابرد تي تشارج. ابردها ازاي؟ اهو يبقى لازم في جزء من عمليه بعد عملت التربو تشارجر كومبريسور يعني لازم الهواء ده قبل يروح الانجن اعمل له عمليه تبريد المويه. بقى حطوا له التبريد ان هو ممكن في دلوقتي طالع حاجه جديده اسمها توين تربو تشارجر، يعني كومبريسور وراه انتر كولر وراه كومبريسور ثاني وراه افتر كولر كلهم بيبردوا بمين؟ بالميه. وعندك كام تربينه؟ عندي اثنين تربينه، كل تربينه بتشغل كومبريسور برفع الضغط. حاليا وصلت في المحركات اللي هي الكبيره ممكن نوصل لغايه بي تشارج 5 ضغط. طيب طبيعه الترومبه بتاعه الميه شغاله جوه المحرك روحها ايه؟ سنتريفيوجل. اه هدفها سيركوليشن، مش هدفها فرق ضغط كبير، هدفها ماس وريد كتير. نيجي لحكايه الثيرموستات. حكايه الثيرموستات ده شكل الثيرموستات وهو مقفول، ده شكله وهو مفتوح، دي انواع منه بتتباع في السوق. تعال نشوف الميكانيزم عباره عن مقطع جواه، اللي جوه ده عباره عن حاجه اسمها واكس. الواكس ده اللي هو الشمع، ممكن اسخنه لدرجه انه يتحول الى من فيز الى فيز لغايه فيز تشينج. الوضع اللي انت شايفه ده المحبس ده مقفول، فبيعمل ايه؟ ما بيوديش المايه للغازين، لو طلع المايه لفوق راح الغازين، هو كده بيعمل ايه؟ يرجع المايه تاني للانجن. طيب لو شغلته اهو كده فتح، شايف فتح ازاي؟ في سبرينج طبعا اجينست سبرينج، ده بيقفل على السكه اللي راجعه للانجن وراح على مين دلوقتي؟ كل مره راح فين؟ راح على الراتيك. ده شكله هو مقفول، المايه راجعه عليه للانجن، وهنا مقفول سوري مفتوح بيودي الفلو كله للراتيك. تعال نشوف القصه دي بشكل ثاني اهو. ادي المايه عشان تعبر وتروح للراتير محتاجه تعدي من الثيرموستات، هو قافل فهيعدي ويرجع تاني لمين؟ للانجن. لو الثيرموستات ده فتح السكه هتبقى اسهل له ويروح لمين؟ تعال نشوف الموفي دوت. الثيرموستات اهوت زي شايف مقفول سبرينج قافل عليه. لو عبرنا الحراره الواكس اللي جوه ده هيحصل له ايه؟ هيتحول لسائل يغير وضعه، فيبدا شايف او لازم تشده انت بنفسك دي. لو سبته السبرينج هيرجعه تاني لنفس المكان هيقفل. لكن ايه الميكانيزم الفيزيكال اللي بيحصل لوحده؟ لما سخن هيبدا يسخن، شايف الشمع اللي جوه هيبدا يسيح يتمدد، فلما يتمدد اجينست سبرينج يفتح المحبس ده. لما المحرك هيدور والميه تبدا جواه يدفى ويسخن خلاص بقت الميه سخنه، هتعمل ايه في الواكس؟ هتسخنه وبالتالي يبدا هو ايه يفتح. طول ما المحرك داير المحرك سخن هيفضل الواكس ده ايه متمدد اجينست سبرينج فاتح السكه لمين؟ للرازيل. لكن محرك بارد ايه الحكمه ان انا افضل اعمل ميه واديها على سخنه واديها على الراتير؟ نعم. مدخل الانجن نفسه عليه برضه عليه بره على الحفر. يعني المدخل؟ يعني المايه اللي في الموتور مفصوله عن المايه اللي في الريتيك ولا مفتوحه من ناحيه المدخل؟ زي ما انت شايف هنا في فالفز. في طبعا من الانجن للانجن في اختلاف اسمي يعني. طيب حاجه ثانيه انه المايه دي لما بنسخنها ضغطها ماله؟ بيزيد يحصل اكسبانشن. فانت مالي المايه تمام كله كويس،
لكن مع الوقت السيستم بقى مضغوط فكان درجه حراره عاليه في سيستم فرقع ونحل المشكله دي. نحلها ازاي؟ ان الزياده وما يقف عليه في السوق الفايز يعني الزياده نوديه فين؟ نوديه في ريزرفوار. يبقى القربه بتاعت المايه اللي على الجنب دي هدفها ايه؟ ان الضغط الزياده بتاعت المايه يودي شويه مايه فيها يكون الضغط جوه المحرك جوه سكه المايه تكون ايه؟ معقول مفيش مشكله. فتلاقي ان الغطاء بتاع الريتير ده فيه اثنين فالف في حاله ما السيركت دي مضغوطه الفالف ده هيتضغط كده هو ويبدا السكه ما بين الريتير وما بين القربه اللي على الشمال ديت او الريزرفوار تفتح تقوم تودي ميه تملي. هتلاقي ان انت عندك في الريزرفوار ده في علامتين مينيمم وماكسيمم محدش يبدا بقى المايه ده في الاخر. العكس ده المفروض تخليها فين؟ في النص لا هي مينيمم ولا هي ايه؟ ماكسيمم. بحيث لما اللود يزيد والحراره تزيد الضغط بتاع السيركت ده يزيد تقوم تودي ميه فين؟ تلاقي مكان فاضي تبقى فيه. طيب ما هو دوره وخرجنا ورجعنا وقفت العربيه ورجعت تاني وتالت او سايكل وسايكل وسايكل ها المايه هتروح فين كده؟ في الزبوار ارجعها تاني ازاي؟ ما هو كل دول سيستم واحد. هتلاقي زي ما قلت جوه الفالف ده كمان الغطاء بتاع الموتور ده في فالف تاني. لما المحرك ده هيبرد يحصل لك السكت في الميه درجه حرارتها هتقل بيحصل انكماش فضغطها ماله يقل فيبقى القربه والخط بتاعها ضغطه اعلى من السيركت فيقوم المحبس الثاني يفتح يقوم يرجع شويه من الميه اللي كانت في القربه ويوديها فين؟ ثاني للسيركت بتاعت الميه اللي جوه القربه. طيب نيجي بقى للحسابات. احنا شفنا من اول منهج ان الانجن نفسه ده لو بصينا كده عليه لو خد مني طاقه تمثل 100% وفي احسن الظروف حصلت منه على اقصى باور ممكنه فانا بتكلم في حوالي 30% باور افكتيف. في 30% رايحين للكولينج في عندي اكزوست 35% في كمان راديشن لما تحط لك على جنب المحرك كده شغال في راديشن 5%. اللي احنا بنستفاد منه في الاخر معظم الوقت في الزحمه فممكن القصه دي توصل لارقام اقل بكتير من 30%. فازاي نعمل انجن بالانس؟ لاني جبت كده ايه منشار او مقص وقصيت حوالين الانجن. ادي الباوندري بتاعتك. ادي الانجن اهو. فايه اللي انت قصيته؟ مدخل الهواء. ها؟ في ميه تبريد قصيت. في اويل قصيت. في فوي قصيت. كل دول انبوت. طب والاوتبوت؟ في عندي شافت الانجن ده بيخرج عليه باور. في عندي انفلوب بتاعه في راديشن. في كمان عندي المايه تبريد وهي خارجه. في الزيت وهو خارج. اتعلمنا بقى من الثيرموداينامكس والفلويد ميكانكس في عندنا شويه قوانين كونتينيوتي ايكويشن. ايه هي كونتينيوتي ايكويشن؟ لازم الماس اتليت هوست. تعالى كده جت منين يعني؟ هي ماس الوقود والماس اللي بيبدا الاير. عايز تاخد الاير عامل مشترك يبقى فيول تو اير زائد واحد، عايز تاخد الفيول عامل مشترك يبقى اير تو فيول ريشيو زائد واحد زي ما انت عايز، نتيجه واحده. طيب كمان خدنا تول ثانيه اسمها الانرجي ايكويشن او الثيرمودينامكس بريس لو ثيرمودينامكس بيقول ايه؟ اي انرجي ان لازم تساوي في النهايه انرجي اوت، باور ان باور انا عندي الماس فلو ريت بتاعت الوقود في الترافيك فاليو ده انبوت. ومن المقطع دوت اهو الوقود ده كان داخل بكميه بالسي بتاعته بالدي بتاعته بالكلمه. الهواء كان داخل بكميه بسي بي في تي اير ان. الكولنت ان دوت كولنت سي كولنت تي كولنت. الاويل نفس الكلام. واحد هيقول لي ده كميه الام سي تي ديت بتاعت الوقود رقم صغير جدا مقارنه بالكالوريفيك فاليو. براحتك عايز تعمل لها نجلكت او عايز تحطها معاك. طب اوت انا خدت ايه؟ خدت باور افكتيف او ساعات بنشوفوا كلمه ايه؟ ديفلوبت او البريك باور. كل دول بمعنى واحد. وخرج كمان اكزوست ام دوت اكزوست جازز الس
السي في بتاعت اكزوست جاز التي اكزوست جاز. الانجن ده كمان فيه خرج منه راديشن والماسه في الكولنج في السي كولنت في التي كولنت والاويل في السي اويل في الاويل. حد شايف حاجه غير القصه دي؟ قبل ما تنقل النقطه اللي بعدها نتفق على اهم نقطه. لو ده الانجن بتاعي ده مانيفولد اكزوست والانتيك الغاز اللي موجود جوه نتيجه الكحول البشري وسميته كي جاز او غاز. واضح المصطلح دوت؟ هل ده رقم ثابت او متغير؟ وصلناه مع كرانك انجل. احنا وصلناه متغير مش ثابت. هتعامل معاه ازاي وهو متغير؟ انا ممكن اتعامل معاه بافريج، ممكن ولا مش ممكن؟ فلما اسمع كلمه افريج كي جاز انا فاهم انا بتكلم فين دلوقتي. القصه الكومبشن هتحصل هنا. هاتب عنها كام حاجه؟ هاتب عنها انه المكبس ده هينزل فاحصل منه على ورك صح؟ وبالتالي كتايمنج اباوت. وفي جزء من الحراره هيبقى فين؟ هيعدي. لو بتقول لي في هنا ميه تغريد يبقى في كيو راح للايه؟ للميه. في شويه حراره راحوا مني لميه التبريد صح كده؟ لكن انت بتفتح صمام العادم وبتخرج في الشارع ايه اللي بتخرج في الشارع؟ اللي هو العادم ده اسمه ايه بقى؟ اسمه اكزوست جاز. فلو واحد قال لك جاز يقصد بها دي ولا يقصد بها دي؟ شفت في اختلاف ازاي؟ حلو. الكميه دي كانرجي كام بقى؟ اقل من كده. دي اللي هي مين بقى؟ اللي احنا بنقوله شويه. فين؟ دي فين في وسط دول؟ كم؟ اللي ممكن توصل ل 35%. دي اسمها ايه بقى؟ اسمها كيو دوت اكزوست. طب لو قلت لك كلمة كيو جاز، هل كلمة كيو جاز تعني كيو اكزوست؟ لا. هل في اللي انا قلته هنا في حاجة اسمها كيو جاز أصلا؟ لا. واضح؟ حاجة تانية، الحتة دي ممكن حد يوصفها لي اسمها ايه دي بقى؟ اكزوست. ده ايه ده؟ اكزوست مانيفولد صح؟ ممكن اشيل كلمه مانيفولد واحط مكانها كلمه مسج مسار يعني مسار العادم وهو خارج هيخرج ويسيبهم في حاله ولا هيسخنها؟ يعني المعدن ده هيسخن مني نتيجه ان العادم ايه؟ سخن. كمية الحرارة اللي سخنت الحتة دي بنسميها حاجة اسمها كيو اكزوست مسج. هل كيو اكزوست مسج هي نفسها كيو اكزوست جاز؟ هي نفسها كيو اكزوست جاز أو كيو جاز؟ ولا في حاجات مختلفة عن بعضها؟ ما نلخبطش ما بين كلمة كيو جاز وبين كيو اكزوست مسج يعني المعدن خد حراره اثناء مرور العادم دي قد ايه؟ وفي الاخر اصلا الاكزوست وهو بره السيستم كان شايل انرجي قد ايه؟ هل في اكزوست جاهز؟ دي نفس التمبريتشر دي؟ ولا واحده من دول؟
ولا دي في الاخر خالص؟ حوالي كام رقم دوت؟ 350 400 حاجه من ده. اتفقنا على المصطلحات دي ولا فيها مشكله؟ انا بس عشان بس ما نجيش ولا حاجه، انا اصلا افتكرت دي، لا اصلا اقصد دي. واضح الفرق؟ طيب تاني لو حبينا نلخص الكلام ده بقى نجمعه مع بعض، لو انا اديت الانجن ده كميه 100% ام دوت فيول كام في البراد بس 100%، فانا متوقع في حاله الفول لود اقصى حاجه المحرك ده هيجي لي باور افكتيف اللي هو الفرق بين الانديكيتد والفريكشن اللي هو ايه ده ميكانيكال في باور انديكيتد، كل دول ممكن يجيبوا لي مين؟ باور افكتيف او باور بريك باور. ها اول مين افكتيف بريشر في 4 لندر سكوير من القوانين كلها؟ ممكن اي واحده من دول كمساله تجي لك انت عارف تجيب منها الباور، مش ما تدريش الباور تعرف تجيب منها. ها اطلع كام رقم ده؟ اطلع حوالي 30% من التيورنج اقصى احتمال، يعني الافشنسي من الاخر كتير. نيجي بقى للكيو دوت اكزوست، بتكلم عن مين دلوقتي؟ انهي واحده؟ دي ولا دي ولا اللي بره؟ اللي بره. ام دوت اكزوست، سي بي اكزوست، تي اكزوست اللي هم خرجوا. ممكن اتعامل معاهم، شايفهم اصلا كانوا ايه؟ كانوا اير وفوي. عايز تشيل الفول ده كانه رقم ولا حاجه، لان واحد على 15 والسي مش فارقه والتي ماشي. تعتبرهم ايه؟ عايز تقول من الاخر ان دوت جاز وان دوت اير هي هي، انا هقربهم من بعض، ان دوت جاز، سي بي جاز، دلتا تي جاز، ما بين اكزوست واير شغال، كل دول تقريبات مظبوطه مش بعيد. يطلع كده الرقم ده حوالي كام؟ قلنا حوالي 35% من المحرك حتى الفول. نيجي بقى للكولينج. كمية المايك كولينج السي كولينج دلتا تي كولينج في رينج كام؟ حوالي 25% من الكيو ام. طب والاويل؟ الاويل شايل لوحده 5%. لما واحد يلاقي المحرك بيتبرد 30%، يا باشمهندس معلش في جزء منه اويل وجزء منه ميه. انا بسالك عن مين؟ على الميه. الميه شايله كام بقى؟ ها؟ 25 بقى كلهم كانوا 30. طيب والراديشن حوالي برضه 5%. تاني تعالى نرسم حاجه اسمها الفلو دايجرام للانرجي اهو. كانوا في الاول 100% من تطوير في جرافيك فاليو، خدنا منهم من الكولن. الكولن كان كام؟ كتوتال كولن. هل هنا مقصود بيه ميه ولا راديشن ولا زيت؟ كل الاكزوست لوحده كام؟ 35. الباور لوحده كام؟ 30. نمسك بقى الكولينج ده الاول خالص اهو. كيو انبوت باور افكتيف اكزوست جازز كيو كولينج. كيو كولينج ده ممكن اشوفه ازاي؟ اهو اتصرف على مين؟ على الراديشن 5%، على الزيت 5%، وعلى الووتر جاكيت والميه في التبريد 25%. واضح الكلام ده؟ كده احنا صرفنا الحراره كانت معانا على ايه؟ او ازاي تخلصنا من الحراره؟ تاني واحنا بنعمل تبريد ليه؟ مش احنا بنحب التبريد؟ رجع لاول محاضره. لو ما عملناش تبريد هيحصل ايه في المحرك؟ ما هي النقط اللي انت خايف عليها تسيح هنا؟ زوست بايت والهيد. الحته دي انت خايف تسيح منها صح؟ اه يبقى انا كده خايف على كيو اكزوست باسج. خد بالك انا خايف على الباسج. انا عندي حراره لازم هتخرج وتروح لفين؟ ها؟ هتروح للجدران. ولو ما بردتهاش جدران دي مالها؟ مالها؟ هتسيح. فانا عندي كيو جاز. المكبس ده وهو طالع لازق للاسف بيحتك هنا فين؟ الاسطوانه. واي احتكاك عندي هو عباره عن ايه في الاخر؟ ها؟ حراره. اهو يبقى باور الفريكشن ما هي الا كيو ايه؟
صرفتهم على ايه بقى الحراريات؟ كيف صرفت هذه الحراره؟ اهو بردت الميه، لو وقفت جنب المحرك من بره هلاقي راديشن. انا عندي في اويل موجود هنا اهوت بيبرد شويه، صح كده ولا لا؟ يبقى دي مصارف التبريد كانت ايه؟ لكن في حاجه اسمها مصادر الحركه ايه؟ فانا ممكن اشوف الدنيا ازاي؟ اهو الكولينج كسنك كبلاعه، انا رميت على مين؟ مين شال القصه ديت؟ فين السنك؟ اهو كيو اويل، كيو راديشن، كيو كولنت او جاكت. واضح؟ ولكن كمحركات في منها نوع بيتبرد بهواء، في محركات بيتبرد بايه؟ ميه. محرك بقى اللي بيتبرد بهواء، ايه الفرق بين الراديشن وبين الهواء؟ المحرك ده جزء من حرارته هتروح باي كونفكشن للهواء، وراديشن للهواء، صح؟ بتعرف تميز بينهم؟ لما كان عندك تبريد بالميه، قلت دي الميه لوحدها وده الراديشن لوحده وادي الاويل لوحده. نعم، محرك بيتبرد بالهواء هيبقى الراديشن والجاكيت ونفسهم حاجه ايه؟ حاجه واحده. لو بيتبرد بالهواء يبقى اويل وكولنت جوه الاير وخلاص. واضح؟ طيب كسنك احنا كده عرفناه، لكن كصوص ايه؟ نمسك الصوص. ايه هو الصوص؟ انا قلقان من الفريكشن، انا قلقان من كيو جاز، انا قلقان من الاكزوست باسج. هنلخبط ما ممكن الاكزوست باسج وبين الاكزوست جاز وبين جاز. يبقى السورس عندي هو عباره عن كيو جاز، كيو فراكشن اللي هو باور فراكشن تحول في الاخر لحراره، والكيو اكزوست باسج. مطلوب مني احسب بقى الكلام ده ازاي؟ باور فراكشن بتاعت مين؟ الحقيقه انه لو انا عندي اويل، جزء من الحراره بتاعت الفراكشن بيشيلها الاويل، وجزء بتروح لمين؟ للمعدن. والمعدن بدور بيديها لمين؟ للمايك والتمرينات. ففي فراكشن كده ونسبه يعني واحد من الاس بي ان الكيو فريكشن هو اللي بيشيل الاويل. في حاله الاير بيبقى حوالي 50% بيشيلوا الزيت و50% بيشيلوا الميه او الهواء، ومن حاله الميه بيبقى 70% فرق حراره. كانت الميه اقل بتعرف تاخد حراره اكتر من القسم الفريكشن ديت منها الزيت. واضح؟ طيب توزيع درجات الحراره جوه المحرك. ما قلت لك ان هو توزيعه سكشن كومبريشن كومبشن كده اكزوست، عامل مع اني تمبريتشر يصعب علينا كبشر التعامل مع حاجه بتتغير. فبنريح نفسنا بنعمل حاجه اسمها ايه؟ خد الافرج. ايه هو الافرج؟ فالتمبريتشر بتاعت الغاز اللي جوه اللي تهمني كافرج خلال السايكل دي كلها ممكن اعتبرها حوالي 700. جبتها منين؟ اقول لك نفس الاجابه اللي احنا عملناها لما اتعاملنا مع البي افرج. هو الضغط جوه السايكل ثابت، البي انديكيتد ثابت، وانا عملنا حاجه اسمها ايه بقى فاكر؟ مين افكتيف بريشر او الانديكيتد افكتيف بريشر. ونفس الكلام هنعمل مين افكتيف جاز تمبريتشر. حوالي كام التمبريتشر دي؟ 700 درجه مئويه. يبقى انا عندي اسطوانه، ارجع بقى ليه التمبريتشر، اسطوانه فيها غاز افريج تمبريتشر بتاعته 700. قول لي بقى هينقل حرارته جوه الاسطوانه للجدار ازاي؟ باي ايه؟ باي كونفكشن. والجدار كوندكشن. وبين الجدار الخارجي السطح الخارجي وبين الميه او الهواء باي كونفكشن. يبقى ده توزيع درجات الحراره البروفايل اهو بتاع لما هبرد بميه التبريد. طب لو كان فينز هبرد بهواء، ادي الفينز وادي توزيع درجه الحراره، واضح هنا التمبريتشر ممكن توصل درجه حراره اقل شويه. طيب يعني هرجع بقى احسب ده هي الترانسفير بتاع الزمان واقول كوندكشن وكونفكشن وراديشن، ولا هعمل ايه؟ وراديشن طبعا في كده حته مكعبله، ولا هعمل ايه؟ طيب واحده واحده. انا ممكن ابص على المساله ديت زي ما اتعلمنا في الترانسفير بحاجه اسمها الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت، صح؟ حد فكرنا بايه هو الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت؟ عايز حاجه كده مساله من الاخر اعوض كيو بتساوي ايه في فاكتور اسمه يو في الدلتا تي واخد 1 اسمه دي بالكيو خلصت. فاليو دي اللي هي عباره عن ايه؟
المحصلة بتاعة المقاومات تقريبا. ايه المقاومات اللي عندنا؟ مقاومة كونفكشن، كونفكشن وكونفكشن بار. تعالى نبص كده على كل تيرم من دول. هنا بنتكلم على واحد على اتش بتاعت مين؟ الغاز اللي جوه. وبره في اتش بتاعت الكولينج ميديوم. توقع مين اكبر؟ اتش كولينج ميديوم ولا اتش جاز؟ غاز جوه ليه هيت ترانسفير كوفيشنت، وميه من بره ليها هيت ترانسفير كوفيشنت. مين اللي ليه هيت ترانسفير كوفيشنت اعلى؟ الكلام ده خدته قبل كده ولا واضح ان في مشكله في الترانسفير صح؟ تاني لو انا عندي غاز وعندي هنا ميه، يا باشمهندسين نحط فنس فين؟ ناحيه الميه ولا ناحيه الغاز كحل لتحسين تكون حراره؟ ليه؟ الهيت ترانسفير كوفيشنت هنا مال اقل من هنا، فاللي محتاج اعوضه عشان اساعده هو مين؟ ان اركب فينز فين؟ ناحيه الغاز صح كده؟ ده دليل على مين؟ ان الهيت ترانسفير كوفيشنت الغاز اقل بكتير منين؟ منين؟ من الميه. طب ما انا بسالك اهو، الغاز اللي جوه الهيت ترانسفير كوفيشنت بتاعه اعلى ولا الميه اللي بره الهيت ترانسفير كوفيشنت اعلى؟ الكولينج ميديوم درجه الاتش بتاعته عاليه. طيب الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعت المعدن اعلى ولا الكونفكشن؟ لو عوضت الكلام ده بارقام هتلاقي الاتي. الرقم ده 50 في 10 اس 4 1.5 في 10 اس 4 هنا 10 في 10 اس 4. يعني فين الحته اللي ممكن تعملها نجلكتد؟ كل ما كانت المقاومه قيمتها صغيره نجلكت رقم ولا حاجه. كوندكشن. يبقى الحته اللي انت فيها عندك مشكله هي مين؟ ناحيه الغاز. انما الباقي ده كله نجلكت بالنسبه لي ولا حاجه. طيب ايه مقصود بالاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت؟ وحداته كيلو وات بالمتر سكوير كلفن. الاريا مقصود بيها ايه؟ اللي هي الحته اللي بتعرضها للحراره متر سكوير. اريا الغاز هي جزء من الاريا اللي موجوده جوه البول بالمتر سكوير. الهيت ترانسفير كوفيشنت بتاع الكولينج ميديوم اللي هو اتش كولينج ميديوم حوالي 10 بتساوي 1000 وات كل متر سكوير كلفن. الغاز الاتش بتاعته حوالي 200 بس، شايف ازاي الفرق؟ الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعت البول بتوصل 80 وات كل متر كلفن. الاوفرول افشنسي اللي بتنزل بتتكلم 90%. خلاصه الكلام ان الترم ده ممكن تعمله نجلكتنج، كمان الترم ده ممكن تعمله نجلكتنج، ولكن يبقى الف مين بقى؟ هنحسب القصه دي ازاي؟ زمان كان الهيت ترانسفير كوفيشن سهل احسبه ليه؟ كان بيقول لك اسطوانه الفلو ماشي فيها ثابت، احسب رينولد نمبر طلع ده اكبر من 2300 يبقى ده تربلنت، خد المعدل نصف بتساوي 0.023 رينولد اس بوينت كذا براند اس كذا تست صح؟ ايوه بس كان ده ستيديستيك ولا ان ستيدي؟ سي ماسوره وحواليها هواء مش عارف ايه، كل واحده من دول كان ليها نصف نمبر. هل تعرضت لشكل اسطوانه فيها مكبس طالع نازل؟ هل انت خدت كل حاجه في الهيت ترانسفير في الدنيا؟ طبعا لا اكيد، يعني في ناس زمان بتعمل ابحاث في الهيت ترانسفير. وبناء عليه بتوع الانجنز بقى حلوه في المشكله ازاي؟ واضح المشكله دي خاصه بينا احنا كانجنز. طب نعمل ايه؟ نعمل تجارب. انجنز كبيره وانجنز صغيره و و و اربعه اسطوانه 10 اسطوانات وات ايفر. قعد يجرب يجرب يجرب. وعشان يريح دماغه ما بقاش بيتكلم عن الستروك. مع ان الكومباسر تشامبر ليه علاقه بالستروك وانت شغال فين بالظبط؟ قال لك لا انا هريح دماغي هاخد الدامتر بتاع مين؟ بتاع الاسطوانه، دامتر بتاع الاسطوانه. سؤال، النموذج اللي احنا ماشيين بيه ده هو النموذج الوحيد والمعادله الوحيده اللي في الكون تتكلم في هذا المجال؟ لا. طريقه من الطرق، في ناس قالت لك هاخد الاكس كذا، هاخد الدامتر الكاركترستيك بكذا، واحد هيقول لك الطريقه
في طرق كتير، لكن احد الطرق اللي بيحسبوا بيها الكومي طريقه دي. اليو هتجيبوها منين؟ اللي هي من الاخر معادله نسط. هو انت فاكر كان نسط بيساوي حاجه ها فريدوم فبراند. وما هو النسط؟ هو انت فاكر ها اتش ال كاركترستك على الكي كيف بتاعت مين؟ بتتكلم على غاز. ايه اللي كاركترستك قلنا هياخدوها بكام؟ ها؟ بالدايمتر بتاع مين؟ البستن. نرجع لـ اقول لك حبيت احسب الاوفر هيد احسبه ازاي؟ هتقول لي ما انا عندي كام مقاومه هنا؟ ادي نود مقاومه كونفكشن مقاومه كونفكشن مقاومه كونفكشن. التمبريتشر دي ليها نود، سطح الداخلي ده للنود، خارجي للنود، تي انفينيتي اوتسايد للنود. هنا واحد على اريا اتش الغاز، اكس او ثيكنس على ال اللي هو ال اريا، وهنا هو هتلاقي واحد على اريا اتش اوتسايد. سيبنا من الاريا الترم ده ريفلكتد، يبقى مجموع المقاومات دي ار توتال وسيجما ار هنا. الكيو بتساوي ايه؟ اللي سهل على السنه بتساوي دلتا تي على ار توتال، صح ولا لا؟ عارف دلتا تي على مجموع المقاومات هتجيب الكيو. في واحده بقى انا عايز اجيبها بصيغه ثانيه، بصيغه اهي اي يو دلتا تي تاني، دلتا تي هنا على ار توتال وناحية تانية الاي يو دلتا تي. ايه اللي انت عم تحصل؟ الدلتا تي راحت مع الدلتا تي، يبقى ما هي اليو؟ هي واحد على اريا ار توتال. ما كنا حاطينها من هنا صح؟ يعني بعد كده واحد ها واحد اريا اتش جاز اكس K واحد L H R. المضارب في إيه هنا؟ يحصل فيها المشكلة. من شوية أنت قلت لي إن الترم ده نجلكتد. ترمين دول هم اللي هيبقوا معايا. الترم ده قيمته كام؟ والترم ده قيمته كام؟ مين اللي ليه تأثير في المعادلة؟ ترم ده نجلكتد مقارنة بترم ده. يعني من الاخر لما تلاقيه يبقى مين؟ كأن اليو تقريبا هي مين؟ اتش كاز. يعني اتش كاز اللي انت عندك دي هي دي مقصود فيها مين؟ هي مين؟ هي اليو اللي بتتكلم في حاجة. لو عرفت تجيبها يبقى جبت اليو. معنى الكلام لو انت عندك مسألة هيت ترانسفير مكونة من كومبوزيت وول بالمنظر ده فيها كونفكشن وكونفكشن وكونفكشن، ما توجعش دماغك وتقدر تعدل في الليكويد وتجيب اللي مش عارف. لو انت من الاول عارف ان الهيت ترانسفير كوفيشنت هنا عالي وده معدن وانتقال حرفي عالي، ما توجعش دماغك بتفاصيل، ما تضيعش وقتك. ركز على مين؟ على المقاومه الاكبر. ايه هي المقاومه الاكبر؟ الغاز الهيت ترانسفير كوفيشنت بتاعه وهو اللي قليل، مقاومته هي اللي عاليه، هي اللي دور عليها. ناخد ادي معنى ايه ترانسفير كوفيشنت او الاوفرول هيت ترانسفير كيو هو بالنسبه لي هو الاتش جاز. طيب انا عايز بقى معادله توصل الكلام ده. ادي الكونستنت بتاعي اللي هو 10 او 4 الترم اللي هو اسمه ام دوت جاز الدلتا بيستون على اريا بيستون ميو عارف مين دوت؟ هو ده رينولد نمبر. لما تغير رينولد نمبر يديك الترم دوت بص بوينت 0.5 وخدت بالك الكي اهي تحت بقت فوق والان كاركترستيك اللي هو الدالتا بتاع البيستون ودي الناحيه الثانيه اهو ادي الدالتا بتاعته. المعادله دي بنسميها معادله تيلور الراجل اللي هو عمل التجارب ديت وفي الاخر بيقول لك والله ادي الاري بيستون عايز تسيبه لو انت بتتكلم عن حاجه فيه اكثر من اسطوانه اضرب معاها الاسطوانه.
من الاخر لو عوضت الام دوت جاز للمحرك كله معناه ان انت واخد في حسابك كل الاسطوانات، فيبقى الدايمتر بتاعك والاريا بتاعتك مقصود بيها ايه؟ كل المكابس. لو هتجيب الاريا بتاعت اسطوانه واحده يبقى دور لي على الماس اللي داخله في اسطوانه واحده. ام دوت جاز دي يتاخدها الانجن ككل، يبقى لما اتعامل مع الاريا بيستونز كلهم، يا اما هتقول لي لا والله هتكلم على اسطوانه واحده، ماشي. ام دوت جاز لكل اسطوانه واحده، في الحاجه استخدم الاريا بتاعت اسطوانه واحده. حلو، هنجيب بقى منين المعادله دي اللي هي ميو بروبرتي بتاعت الجاز والملكيه بتاعت الغاز اجيبها منين؟ والتي جاز اجيبها منين؟ في خرايط للماده اللي جوه دي، خليط ما بين الاريا الاير والفلويد حسب انت شغال بالاكسس اير فاكتور كام او لندا كام. زي ما انت شايف والله شغال سايكومتريك، شغال لين او فيري لين، هتقطع الخط تجيب قيمه الكيب كام، تجيب اليو كام، اليو كام، التي جاز كام. انا شغال سايكومتريك مثلا كده، جبت الكي، جبت الفيسكوستي، جبت التي جاز كام. طيب ناخد بالنا بس من الوحدات اللي هنا بالكالوري، كيلو كالوري لازم اضرب في 10 في 4 و 18. الرقم ده مضروب عشان يتحط على الخريطه، اضرب في 10 اس 6 يبقى بعد ما اخد الرقم ده هضربه في 10 اس ناقص 6. نفس الكلام الميو فيسكوستي دي موجوده عشان تحطها كده على الخريطه، ضربتها في 10 اس 6 يبقى لما اخد الرقم ده اعمل فيه ايه؟ اضربه في 10 اس ناقص 6. في الاخر هيطلع عندي كيو دوت جاز اريا بيستونز يو تي جاز ماينس تي كولينج ميديم، الرقم ده هيطلع حوالي 90% من الكيو كولينج اللي هو 24% من الكيو ام. بس هنلاحظ حاجه، ليه هنا مكتوب كلمه تي جاز كوركتد؟ لان الكلام اتعمل عند ستاندرد كونديشن. هل انت مدخل المحرك الغاز تشارج بتاعته عند ستاندرد كونديشن؟ هشوف والله انا مدخلها عند 27 خلاص يبقى الترم ده راح، لكن لو مدخلها عند درجه حراره اعلى من كده فمحتاج اعمل كوركشن عشان اجيب التي جاز كوركتد. بعد كده اعمل شارت اجمع عليها كوركشن. طيب ما هي التي كولينج افريج؟ المايه داخله عند كام؟ 70، خرجت عند كام؟ 90، اجمعهم وجيب الافريج كده جبت التي كولينج افريج. يبقى عندي اكزوست باسج حسبه بسيطه قال لك رايح دماغك. لا حسبه هي حوالي ما بين 10 ل 20% من الكيو جاز انت حسبتها، يعني بعد ما احسب الكيو جاز اقدر الرقم ده في 10% او 10% كده انت تقريبا جبت كيو جاز بكام؟ وهي فرنج كام؟ حوالي 5% من الكيو جاز. كده احنا عرفنا كسورس نجيب الكيو جاز ازاي؟ وعرفنا نجيب الكيوبز هوست باسج ازاي؟ ومن الاول انت عندك الايتا ميكانيكا، لو عندك الباور فريكشن تعرف تجيب الكيو فريكشن. دول اسمهم ايه؟ اسمهم مصادر الحراره اللي انت لازم تبردهم. دول الحراره اللي هم بقوا ايه؟ انبوت لازم اخدهم واصرفهم. اصرفهم على ايه؟ على ها ووتر جاكيت، على اويل، على مين؟ على ديش. دكتور جزء بس صغير في حته، لو انا هتعامل مع اليو كالانجن ككل فالدي بس انا هضربها في اربعه ولا هاخدها واحد؟ يعني اريا قلنا هنضربها في اربعه والام هنضربها في اربعه. ممكن تقول لي هتعوض على الام دوت جاز ازاي؟ بكام؟ هعوضها بالام جاز اللي داخله لكله للاربعه. حلو، يبقى لازم لما اجي اعوض على الاريا ديت اعوض على بتاعت مين؟ مظبوط، والدي والدي بيستون. انا بسالك لما انك انت عوضت بالماس اللي داخله الانجن كلها والانجن اربع اسطوانات يبقى هتعوض بانهي اريا؟ الاربعه. الاربعه والدي برضه هضربها ليه دي اربعه؟ مش هضربها كاركترستيك، كاركترستيك اللي هي الواحده. لكن لو انت بتقول انا هاخد اسطوانه واحده واحسب لها الناس بتاعتها تقسم على اربعه، يعني الماس ريت بتاع الغاز على اربعه، يبقى هتعوض على الاريا بتاع البستون واحده. هي هي. طيب متوقع ان انا احسب في الاخر حاجه اسمها الشيت كده اهو، ادي الكيو انبوت بالكيلو وات، المفروض يطلع كذا عندك كيلو وات اللي هو يمثل لك 100%. الباور هيطلع بالكيلو وات اللي هو لما اسيبه على الكيو انبوت يطلع بقى 30% 25% حسب شغال فول لود ولا بارك لود، يطلع كام في الميه اللي هو ايتا ميكانيك اسمه ايتا افكت. كيوبز هوست هيطلع كام كيلو وات تقارنها بالكيو انبوت؟ نفس الكيو كولينج بالكيو انبوت. وش التفاصيل اكتر اللي هو السورس لازم يساوي السينك. ما هو السورس؟ كيو جاز
بوست باسج كيو فراكشن. احسب كل واحده بالكيلو وات واقسمها على الكيو انبوت وهات كبرسنتج. طب ليه يعني الكلمه دي ولا بحسب ككيلو وات مش عارف ولا صح ولا غلط، لكن لما بقسمها على الكيو انبوت بيطلع رقم. الرقم ده وذين اللي انا خدته في المحاضره يبقى انا جاي تمام كده مظبوط. طلع حاجه ثانيه، لا في حاجه غلط، لا في حاجه في مش. طيب كيو اي الكيلو وات سمع على كيو ان، كيو كولنت كيلو وات سمع على كيو ان، كيو راديشن برضك كيلو وات سمع على كيو ان، يطلع على النفي. دكتور نعم. هو امبارح في السكشن كنا اخذنا واحده بنتكلم في السينك والريسورس، ان احنا لسه مش على كيو ان، بنعتبر السينك والريسورس دول هم 100% والناس مع بعض. في طريقه دي وفي طريقه انك تسعى على كيو ان. انا كل اللي انا شغال في المحاضره كله بقول لك بير، بص كل الفرق كله 5% من كيو ان، 25% من كيو ان. اللي انت بتقول دوت روح بقى دور عليه هتلاقي نسب ثانيه ارقام ثانيه بير كيو توتال كول. طيب احنا كمهندسين حقيقه مشكلته كول، وبرد المحرك وكل حاجه، لكن من بعيد بقى كده نبص عليه. ايه الانجن اللي احنا شغالين بيه؟ وليكن جاز انجن، جاز انجن يعني المحرك ده بيستخدم غاز طبيعي. نقدر نوصل فيه حاليا ما شاء الله افشنسي عاليه جدا 42%، يعني هقدر اخد الكلام ده على جنريتور يطلع 40% من التوتال ديت في صوره ايه؟ كهرباء. انجن ده عشان يدور محتاج اكزيلري، محتاج وهو محتاج من عندي لازم 10% هتكون. بس في بقى عادي وكولينج و وكامل. الباقي ده كام بقى؟ 58%. الاكزوست جازز اللي هم دول عدد اللي خرج بره حوالي كام؟ شايف؟ رقم كبير. المية التبريد يعني نتكلم مثلا 30%، ها؟ نتكلم هنا مود كام؟ 20%، ها؟ الاويل هيت تشنجر، الانتر كولر، شايف كمية الحرارة دي كلها؟ هل نرميها ولا ممكن نستفاد منها ولا نعمل ايه؟ علما بان الاكزوست جازز تترمي عند 400 درجة بس 25%. هل دي كبروبلم ما نفكرش بيها ولا ممكن ندور على حل؟ انا مش بتكلم على انجن مش مهندسين من اول السنه اللي هي المحرك على الرايح. انجن بتكلم على المنظر. لو بصيت كده على ارتفاع الشن ديت كام؟ 30 متر. انجن اهو. الانجن ده ابعاده من هنا لغايه هنا كام؟ نتكلم في 21 متر. سموه انجن او بيسموه جن سيت اللي هو جنريتور سيت، يعني انجن جنريتور سيت. يعني انجن متوصل على جنريتور طلع كهرباء من الاخر. وادي العدد بتاعه وادي الماتيريال شايف انها ترفع سطح فوق على ارتفاع 14 متر. ادي الهواء هو داخل بيتبرد فلتر بالمنظر ده، وادي الاكزوست تمشي في المسارات دي. اللي انت شايفه ده انجن واحد عباره عن 20 اسطوان واخدين حرف في. لكن لو بصيت بقى على في العمق كام انجن متصلين جنب بعض، عند الراجل الانجن شايف حجم الراجل قد ايه والانجن قد ايه؟ انجن جنب انجن جنب انجن جنب محط محط كهرباء ممكن توصل مثلا ميجا وات. ك 3 دي يخش لك الوقود المحطه هنا اهو، دي مستودع لقصه دي لوكيشن بعيد عن المحطه، فيه هنا الترانسفورمر هتاخد فولت وامبير بشكل معين عشان اربطهم على الشبكه او اقربهم للمستهلك مصنع او لازم اعمل كونديشن فولت معين واعمله ستيب اب ترانسفورمر برفع الفولت واقلل الكارنت. ادي السطح بتاع المنشاه عباره عن هودر بتاع، في عندي ثلاثه انجن جوه كل واحد ليه تشيمني بتاعته. انا مش بتكلم عن حجم صغير، بتكلم عن سكيل كبير. فلما تعرف ان المحطه دي مثلا سي ان كفاءتها مش كده مش 40% تعالى 50% سهل، والمحطه دي مثلا بتطلع مثلا 500 ميجا وات كهرباء، يبقى اكيد في 500 ميجا وات رايحين فين؟ في الضياع بقى، مايعين بقى كولينج وزهوست. رقم سهل ولا استفاد بيه؟
هل ممكن استفاد بينا السؤال؟ طيب لو جينا بصينا كده على اعلى كفاءه انجن حاليا موجوده في الدنيا حققها شركه اسمها بتسلا واخده جينيس ريكورد. المحرك ده 9 ميجا وات كهرباء، كفاءته كام؟ 91% فور ستروك انجن سبيسيفيك كونسبشن بتاعه 155 رام لكل كيلو وات. طيب ومعنى الكلام ده ان في عندك 49% فين؟ طاقة كولينج وابزورست. يعني كم يعني رقم كده؟ تقريبا 50% صح؟ يعني كام؟ يعني قدهم 9 ميجا وات بس حرارة رايحين فين؟ 9 ميجا حرارة رايحين. ما تزعلش عليهم دول، مش محرك صغير بيتكلم عن كبير. فإيه الحلول؟ هان في عندنا حلين لهذه المشكلة، حاجة اسمها مالتي جنريشن أو حاجة اسمها كومباين سايكل. الافشنسي بنعرفها هو ايه اللي انا استفدته كجين، ايه هو الجبن. انا كده كده عندي الباور بتاع المحرك ككهرباء خدتها، لكن هل ممكن استفاد بالحراره اللي عندي ديت احاول استفاد بيها؟ بالتالي كده هرفع الافشنسي كاوفر اول لقرب 90%. يعني لو دوله الجو عندها معظم الوقت بارد، طب من عدن ده ممكن تاخده تدفئه، يبقى كده انت استفدت بيه. مصنع ممكن استفاد بحراره بتعمل دخله في عمليه نسيج صناعيه، بتدفي حاجه وسخن حاجه بدل ما لسه هسخنها من زيرو او بسخنها من 400 يبقى اسهل. فالمالتي جنريشن ده ممكن نلاقي منه حاجه اسمها كو جنريشن حاجتين يعني، او تراي جنريشن ثلاث حاجات، او كواد جنريشن اربع حاجات. اما كومباين سايكل معناه ان انا هستخدم الحراره دي في توليد كهرباء كمان تاني. يعني دول انا بستفاد بالحراره كحراره. كيو جنريشن، كو جنريشن، تراي جنريشن، فاضل. لكن الكومباين سايكل معناه ان انا هاخد الحراره دي وارجع احطها في انجن ثاني اطلع لي كهرباء كمان ثاني. يعني ادي انترنال كومبشن انجن، العادم بتاعه بدل ما ترميه هدخله على هيت اكشنجر بتاع عباره عن ايفابوريتر. الفريون اللي فيه هيتبخر، اخده على تربينه على كوندنسر، اجمعه بامب تاني. ايه السايكل دي؟ شبه مين السايكل؟ ها؟ انا قلتلك في اليوم رانكن سايكل. هي رانكن سايكل بس تستخدم ايه بقى بدل المايه؟ تستخدم الفريول، اسمها اورجانيك رانكن سايكل. طيب يبقى كده عندي باور بتاع الفوب سايكل والانجن، وباور بتاع الفوتون سايكل على الهيت انبوت، وكفاءه بتوصل لاكثر من حاجه. اول حاجه الكو جنريشن اهو، انا عندي مجموعه انجن هاخد ميه التبريد والزغوص دوت على هيت اكشنجر، هو اديهم على الماتينه او مدفي ايه المنازل بالطريقه دي بكذا استفدت. في سنه جايه ان شاء الله هتاخدوا ماده اسمها تبريد، احد طرق التبريد الحديثه حاجه اسمها ابزوربشن تشنجر، ما هوش كومبريسر وما هوش دوت فريون، ده حاجه ثانيه. كفاءته مش عاليه لكنه محتاج ايه؟ نستو، محتاج حراره. يعني ده بيستخدم الحراره في عمليه توليد التبريد، مش محتاج كهرباء. التكييف عندك في البيت محتاج ايه؟ كهرباء. الثلاجه عندك في البيت محتاج كهرباء، ده مش محتاج كهرباء، ده محتاج ايه؟ محتاج حراره. طب ما انا عندي حراره من الانجن، خد الحراره من الانجن شغل بيها الابزوربشن والشيلر ديت، هانتم عنها جزء تبريد اهو، اخد الميه البارده ديت اصدرها في تكييف المدينة أو الدستريك كولينج أو الحتة دي. طبعا في ناس وصلت لحاجة اسمها كواد جنريشن. الإنجن ده شرطه إيه؟ بيستخدم غاز سي اتش 4. والكومبشن بتاعه هنا فيري فيري لين، يعني ضمنته إن هو حرق كومبليت. وبالتالي لو أنا استخدمت سي اتش 4 وضمنت إن حرقته مع الهيدروجين، سوري الاكسجين بكميه كبيره، فضمنت ان اللي خارج عندي ايه؟ CO2 H2 ضمنتهم، مفيش احتمال CO مثلا. طيب الكهرباء وخدتها هعدي العادم على فلاتر ووديه على صورة زجاجيه. جزء من الكهرباء اخده على ضوء
اقول الكهرباء ضوء. الصوبة الزجاجية دي هزرع فيها ايه؟ طماطم، خيار، فواكه. 24 ساعة في ضوء. فهينتج عن القصة دي ايه؟ زراعة. بدخل لهم سي او 2، خلصت السي او 2 ها، وبالتالي حتى السي او 2 استخدمته كبار جودة. عايز تعمل تدفئة للصوبة الزجاجية دي، تمام؟ عايز تاخدها وتعمل بيها عملية تدفئة لمكان ما، ماشي. عايز تاخد الحراره ديت وتعمل بيها تكييف وتبرد بيها مكان تاني، اوكي. فانا ممكن اوصل لاربع حاجات: استخدم السي او 2، استخدم عمليه التدفئه، واستخدم كمان عمليه التبريد. غير من عندي اصلا كميه الايه؟ الكهرباء. ممكن اوصل بالقصه دي الكفاءه توصل حوالي 95%. ايه بقى حكايه الاورجانيك فانتسايد؟ اي مصدر للحراره، بايوماس، سولار انرجي، ويست هيت، ده الانجن بالنسبه لنا الويست هيت، ممكن استفاد بيه ان اسخن بيه الفريون. طب وليه مش ستيم؟ لا مش عايز اسخن بيه ستيم. ستيم مشكلته عايز درجه حركه 500 600. انا الجريد بتاعتي كانرجي مش عاليه، انا ميديوم جريد انرجي او لو جريد انرجي، وبالتالي انا مش هقدر اعمل فيز تشينج عن درجه حراره عاليه. معنى الكلام ده ان لو جبت ستيم تربين، ستيم تربين دي معظم الاكسبانشن بتاعها هيتم فين؟ في منطقه الويت ريجن. وبالتالي التربيه دي مالها؟ هتنقط. الجزء الذي لم يحكى لكم من قبل، كلام اللي محدش قال لك قبل كده. احنا عرفنا لو برسم علاقه ما بين التي اس دياجرام وفرم الميه، طب ده اسمه ايه يا شباب؟ ده برسمه ده. وايه؟ ساتوريتد ليكويد لاين، صح؟ بينتهي بايه؟ بالكريتيكال بوينت. وبعدين ها؟ خط تاني اسمه ايه؟ اسمه ايه دوت؟ ساتوريتد ليكويد لاين، صح؟ ده بالنسبه للاتش 2. لكن في انواع تانيه من الماتيريال او فلويدز الاخرى زي الفلترات. شكل ال بال دوت، شيب دوت مش بالشكل ده. امال عامل ازاي؟ ايه ميست دوت؟ انك لو نزلت من اي نقطه نزلت مهما حصل انت فين؟ السوبر هيت. انما مشكله دوت انت لو نزلت من اي نقطه نزلت هتنزل فين؟ طيب الحاجة الثانية ان الكريتيكال بوينت بتاعتنا هنا كام؟ عالية قوي. انما الكريتيكال بوينت هنا في المادة ديت منخفض. بتنفع مع اللو جريد والميديوم جريد انرجي. محتاجين ايه؟ محتاجين هيت اكشنجر، تربينة على جنريتور طلع كهرباء، كوندنسر، رجع تاني على البامب وهكذا. دي راجل صح. ده شكل التي اس دياجرام للميه، عشان كده محتاجين نخلينا مش ساتوريتد، لا نروح في السوبر هيت اكتر عشان نبعد عن منطقه الايه؟ الويت ريجن، عشان لما اجي اعمل اكسبانشن ما تروحش في منطقه الايه؟ البيتنج وتبوظ الايه؟ التربين. لكن في انواع ثانيه من الوركينج فلويد، زي الفلويد ده بيسموه دراي فلويد زي البنتان، زي الايزوتروبيك، ايزوتروبيك فلويد زي ار 141 بي تقريبا اس كونست. الخطه بتاعت ستريتك والله لايف تقريبا خلاص ايه؟ خد بالك ان مفيش تربينه هتبقى ايزوتروبيك، يعني كده كده انت هتروح فين؟ في السوبر هيت. فغالبا بيستخدموا الماتيريالز ديت كفريونات جوه السايكل دي، بالتالي ما انتش محتاج توصل لجوه منطقه السوبر هيت، مجرد ستريت بيبر بلوك. وهتعمل اكسبانشن كده كده فين؟ في منطقه السوبر هيت، مش خايف. بالعكس لو في ايزوتروبيك افشنسي هتدخلك اكتر فين؟ في منطقه ده الهيت فورس اللي بنتكلم عليه 350 ولا حاجه تنزل لغايه 250. هيعدي بعدها ان الفريون ده هيغلي او يسخن لغايه 3. فيز تشينج ممكن يوصل عند 150 100 110 مفيش مشكله. اكسبانشن، كولينج، كوندنسيشن. لكن خد بالك من ان الدلتا تي اصلا قليله ما تتوقعش الافشنسي عاليه. فيشنس هنا قليله ليه؟ لان اصلا دلتا تي خد بالك ان الكاربون افشنسي 1 ماينس تي على تي هاي، فانت اصلا بتديله تي هاي ايه؟ قليله. الافشنسي بتاعتك هنا في رينج 10%
9% 8% كده. طيب ايه كمان تاني ممكن استفاد بيه القصه دي؟ الانجن عموما لما حد بيجي يبيعهالك بيبيعهالك عند ظروف ستاندرد، يقول لك والله البرفورمانس بتاعتها ده عند ظروف ستاندرد اللي هي كام يعني؟ درجه حراره 15 درجه مئويه، رطوبه نسبيه 50%، ضغط جوي 1. ده فين؟ عنده هو. خدت الانجن وجبته عندك في مصر، هل درجه الحراره عندك 15 درجه مئويه؟ هل درجه الحراره عندك 15 درجه مئويه؟ ده معظم الوقت 45. يبقى اكيد في تدهور فين؟ في هذا البرفورمانس. خد بالك كمان لو جاست توربين الموضوع اسوء واسوء يعني. جاست توربين بتنزل كفاءتها او بينزل من الباور بتاعها 25%، تخيل 25% بيضيعوا نتيجه فرق درجه الحراره من الصيف والشتاء. فبما ان انت في الصيف تحتاج كميه كهرباء اكتر ورغم ذلك تدهور كبير في البرفورمانس. طب والحل؟ هل ممكن نبرد الهواء؟ نكيف الهواء؟ قبل ما يروح للانجن الاجابه ونحافظ على البرفورمانس عاليه ايوه ومنه فيه منه فيه اهو هاخد الحراره اللي خارجه من الانجن على اورجانيك رانكين سايكل تطلع كهرباء زياده كويس جدا هل كل الطاقه استفدت بيها جوه اورجانيك رانكين سايكل لا لسه ستيل درجه الحراره بتاعتك بتقول 120 ولا حاجه طب ما تاخد درجه الحراره 120 ديت وتشغل بيها ابزوربشن تشيلر لسه قايل لك في سايكل بتعمل عمليه تبريد هتبرد مين بقى المره دي؟ هتبرد الهواء اللي داخل لك منين؟ دايما انتظام الانجن صيف شتاء داخل له هواء بارد. يبقى حافظت على الانجن الكونديشن بتاعته زي الستاندرد. بالتالي اقدر احصل على اعلى برفورمانس. ادي البرفورمانس بتاع الانجن، ادي الباور او البلانت اوتبوت نت مع درجه حراره الجو. شايف في انخفاض مع الحراره دي الانجن اللي هي تبع الكومباشن انجن ايه بتقل مش زي الجاست طبعا لو عديت ال 35 وال 30 وال 40 لا في تدهور واضح وده اللي بيحصل عندنا في الصيف اخر حاجه لو انت طلب منك كمهندس تعمل ديزاين للحق سؤال بقى الباور المطلوب منك كام والكفاءه اللي انت عايز تشتغل بيها بكام؟ يعني لو طلب مني محطه عشان مثلا منطقه زراعيه او منطقه مثلا صناعيه صغيره مش واصله على الشبكه. في عندك كام انجن اتعلمته؟ اتعلمت الجاست توربين. اتعلمت انجن صح؟ اتعلمت الستيم توربين. اختار انهي واحده من دول. اللي هو ايه بقى؟ قول لي انا بسالك 50 ميجا وات اختار ايه؟ الباور واضح. انت جاي انا حاسب 5 زائد 5 دي 15 50 ميجا وات كام؟ هتشتري ايه؟ ناس مجدد ناس مجدد ناس مجدد في حاجه اسمها تعلم التشارت ديت دي نفسي تطلع بيها من الكليه وتبر قسم ايه وتبر انت بتاخد انهي ماده يعني لما تاخد تبريد تكييف حاول توصل للتشارت لما يكون اللود كام اختار نوع تكييف ايه كان الانسان اكثر شيء جدلا. مهم كباستي عندك او بالميجا وات لو انت في الرينج ده لو استخدمت الجاست توربين شغال ولكن الافشنسي بتاعتها زي ما انت عارف كده. ستيم توربين تبدا يبقى ليها معنى ان انت شغال في الكباستيز العاليه. ولكن ستيل الافشنسي بتاعتها مالها برضك لوحدها قليله. طول ما انت شغال في اللودز القليله 50 ميجا وات كهرباء طبعا روح ناحيه الديزل انجن روح ناحيه الانترنال كومبشن انجن ليه؟ افشنسي اعلى ما يمكن مساحه مينتنس افضل ما يمكن الميزه فيها كمان حاجه ثانيه انت ممكن دلوقتي والله معاك فلوس تشتري حته كويس بقى في عندك استثمار وربحت هات انجن كمان جديد معاك فلوس كمان ثاني انجن وكبر المنشاه بتاعتك انما ستيم توربين لا من الاول لازم تكون انت جايبها على السكيل اللي انت عايزه. ما يقدرش كل شويه تقعد تزود ستيم وستيم ستيم مش اسمها كده. تمام كده؟ طيب لو بنتكلم على سكيل كبير لا يفضل انك تستخدم بقى مين؟ كومباين سايكل. لان الانجن ذات الاخر ليه ليمتس. طيب
حاجه تانية بس اعرفها انه مش مجرد انجن سواء جاس توربين او ستيم سايكل او انترنال كومبشن انجن اللي هجيبها وخلاص. خد بالك عشان تعمل لها كونستراكشن عشان تبنيها مش كل الحاجات دي حاجه اسمها كونشيرت. يعني ايه اروح اجيب انجن من عند واجي؟ مش حاجه اسمها كده. ده انت لازم تعمل عقد معاه ويبنيه لك ويصدره لك. هياخد وقت قد ايه؟ الجاس توربين ممكن خلال سنه يعملها ويديها لك. وان كان كفايتها مالها فقال. الجاس توربين فيها ميزه انها ممكن تبقى هي مرحله اولانيه وبعدين يبقى تستكمل بعد كده تركب على حاجه اسمها العادم بتاعها حاجه اسمها ستيم ريكفري او هيت ريكفري ستيم جنريتور وتركب عليها ستيم ايه سايكل. يعني في المستقبل قابله لايه؟ الاكستنشن. الانجن برضه نفس الكلام. انت ممكن تجيب انجن وتكمل عليها ميكانيك سايكل او ستيم سايكل بس في الحاله دي هتعمل حاجه اسمها تحرق الوقود بعد الايه العادم تسخن تاني بقى. الانجن زي ما قلنا موديوليتنج ممكن تحط اكتر من موديول ورا بعض. الميزه بقى في الانجن انت ممكن تشتريه وتركبه. لكن الستيم سايكل عندك كام سنه؟ حوالي 5 سنين قبل ما تعملها ايه؟ كونستراكشن. افشنسي اعلى كومباين سايكل عايزه افشنسي تجيب لك افشنسي اعلى لكن المشكله في التايم. هل انت عندك تايم 5 سنين عشان تبني محطه كامله؟ بس ارجو ان انت كده ايه؟ كل استفدت بالكلام دوت. شكرا.